أبكيت والله حتى أحجر الحجر وما حجرا وما حجرا قبلناه واستنمنا سوى نحرك المنحور بين المناحر وما أول إلا بواد المخسر وين المخسر يا سيد قال لما انحرق الخيام عن ولد زينب الى التل الزينب وصاحت يقصى وين تايق صاحت بعال وشيخ العشير حسين حسين ما حسين لحسين مطروح وبجنب علي يا الاكبر وجسام عباس عند البار حيحوط الصياوي كلهم مسلحين والخيل مسروجة وأنا مستعدين ضيوان أخويا حسين قالت رب رب أعلام أبوي وسلام الله عليك يا أبا عبد الله وحسين من يسمع بجب خيمة دخل يسلي الحرمة ويا خدب حجرة طفلة وباتت خيمنا مطنبة وتزار بعلا وصيوان أخويا حسين قالت رب رب أعلام رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة.